أهلا بكم مشاهدينا الكرام وفقرة دنيا الجمال وكل ما هو جديد في عالم الجمال والرشاقة مع دكتور منير وليام لبيب كبير جراح التجميل. بصباح عليك يا دكتور. صباح الخير. النهاردة طبعا هنتكلم عن موضوع مهم جدا بالنسبة للسيدات والرجال، موضوع السمنة. عندنا مشكلة البدانة، زيادة الوزن، امتى يا دكتور نقول ان احنا وصلنا لمرحلة السمنة؟ والحقيقة تعريف السمنة اللي هي عبارة عن زيادة الوزن بنسبة 15% او اكتر بالنسبة للوزن المقابل بالنسبة للطول والجنس وبالنسبة للوزن وبالنسبة للسن. الحقيقة بحسبة بسيطة كان زمان نقول جداول ونمسك الطول ونطرح رقم 100 ونلاقي ده الوزن، طولي 175 اطرح رقم 100 يبقى وزني لو 75 وطولي 175 سنتي يبقى ده هو الوزن المثالي. لكن دلوقتي بنعمل حاجة اسمها رقم الكتلة اللي هو عبارة عن قسمة الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر. هنا بتجيلي هذا حاصل القسمة في رقم بيجي. الرقم ده لو 20 رقم 20 يبقى ده الجسم المثالي. من 20 ل 25 دي تبقى سمنة بسيطة. من 25 لغاية 30 32 دي تبقى سمنة متوسطة. ما زاد عن 35 دي سمنة مفرطة، ودي اللي ممكن نكون بنتكلم فيها كموضوع حلقتنا النهاردة. أكيد في أسباب كتيرة للسمنة زي مثلا العوامل الوراثية وزي مثلا الغدة الدرقية وزي مثلا عندنا مشكلة كبيرة جدا موضوع الفاست فود أو الأكل السريع. إيه الأسباب الصعبة للسمنة؟ والحقيقة زي ما سيادتك قلت يمكن أنت لخصت معظم الأسباب. البداية الأول العوامل الوراثية، كنا زمان نقول إن الاستعداد للسمنة وراثي، لكن دلوقتي ثبت ان كروموزوم 17 عليه جين مسؤول عن السمنه. ومش كده وبس، ده كمان السمنه ممكن تمشي في عائلات، يعني ممكن نلاقي عائله فيها السمنه عباره عن تضخم في الثدين، عائله تانية نلاقي السمنه متركزه في منطقه الحوض وتضخم في منطقه الهنش والارداف وهكذا. ده العامل الاولاني. العامل الثاني تغيرات الغده الصماء وبالذات الغده الدرقيه. لما يكون في نقص في افراز الغده الدرقيه او نقص في افراز بعض هرمونات الغده النخاميه الموجوده في قاع الجمجمه او الهرمونات بتاعه الغده الجار كلويه الموجوده في الكلى، اي واحد من الثلاثه دول ممكن ياثر على السمنه. الحاجه الثالثه الفاست فود سيادتك والاكل السريع المملوء بالدهون المشبعه اللي هي اساسا بتتراكم في داخل الجسم وتعمل لي هذه المشاكل. الحاجه الرابعه اللي هي مسؤوله اسلوب الحياه دلوقتي، اسلوب الحياه بقى انا قاعد الريموت جنبي مش قادر اتحرك، بطلع بالاسانسير، بركب عربيتي، ودي بقت مشكله. الحاجة الخامسة الأسلوب الرياضي، ما بقاش في عندنا الأسلوب الرياضي اللي يقدر يساعدنا إن احنا نحرق الدهون بالنسبة لنا. دي في مجملها مجموعة الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى السمنة. برضو دكتور أعتقد إن تنظيم الوجبات أو إن أنا آكل وجبة واحدة في اليوم ده ممكن طبعا يؤثر على ظهور السمنة. مظبوط جدا. إنك أنت لما تركزي في وجبة معينة، لا ده في حاجات بنقول إن هو ثلاث وجبات رئيسية بطريقة معينة وبينها سنيبس حاجات بسيطة بين كل وجبة ووجبة بحيث ان هو يكون عندي مجال للطاقة بطريقة تناسب الجسم بتاعي. خلينا نتكلم يا دكتور عن دور جراحات التجميل في علاج السمنة البسيطة، او لو في زي ما حضرتك قلت ان في مناطق معينة عايزة تقل ويكون فيها تناسق مع شكل الجسم. هي السمنة البسيطة عبارة عن تراكم الدهون في اماكن محددة. زي ما هنقدر نبص هنلاقي السمنه مثلا موجوده في منطقه الهنش، منطقه الارداف، اسفل البطن. هنا دور شفط الدهون، عمليات شفط الدهون بتبقى العمليات دي عمليات بسيطه بنقدر نتعامل معها بحيث ان احنا نتعامل مع شفط الدهون في الاماكن الموجوده. فده بيعتبر السمنه البسيطه. اللي احنا بنعرضه دلوقتي السمنه المتوسطه او اللي هي عباره عن ترهل في عضلات البطن. يمكن احنا عارضين شفط الدهون مع استئصال جزء من الجلد والدهون اللي موجوده في داخل البطن اللي هي السمنه المتوسطه. اللي هي دي جزء من عمليه بنسميها تومي تاك، ويمكن هذه العمليه احنا عملنا عليها تعديل وعملنا ما يسمى بالميني تومي تاك اللي فيه انا عملت اربع تعديلات. اول حاجه بعمل استئصال كامل للصوره، بعمل تخليق صوره جديده، ده التعديل الاول. الحاجه الثانيه ان انا بعمل شفط دهون من جدار البطن، ده التعديل الثاني. الحاجه الثالثه ان انا بقوي عضلات البطن، ده التعديل الثالث. الحاجه الرابعه ان بستأصل الجلد والدهون زي ما سيادتك واضح قدامنا في الصوره، وده التعديل الرابع. بيبقى الجرح جرح بسيط يشبه جرح القيصريه، بعد ما كان الجرح بيبقى كبير ممتد من اخر الجنب الى اخر الجنب، وبيبقى منظره الجمالي ومنظره فيه جيء من شيء من عدم الجمال او التشويه. ف
فدي طيب. السمنة المتوسطة. بالنسبة بقى يا دكتور للبدانة المفرطة خصوصا بيبقى الوزن الزائد كبير جدا، بيوصل لساعات لأكتر من 50 كيلو تقريبا، ولا ممكن يبقى أكتر من كده؟ ممكن المريض يجيلك عنده وزنه 150 كيلو لغاية 180 كيلو في حالات وصلت كده، ودي حاجة ضخمة جدا ومرعبة. طب يتم جدا. بيتم يعني استئصال الوزن الزائد ده مرة واحدة؟ لا، هنا بقى صعب انك انت تتدخلي جراحيا وتخلي القلب يسقط منك. هنا بنتدخل على مستويين، يا اما بنتدخل على مستوى المعده يا اما بنتدخل على مستوى الامعاء. فاذا اتكلمنا على مستوى المعده بنشتغل حاجه من جواها زي البالون، حاجه من خارجها زي الحلقه، حاجه من المعده نفسها بنقص جزء من المعده زي التكميم. لا، وبعد كده بنشتغل على الامعاء. كل حاجه من دي بالتفصيل لها مميزات، لها عيوب، لها اعراض جانبيه وهكذا. طب نحب نعرف منك يا دكتور البالون ايه مميزاته وايه عيوبه، وامتى انا بلجأ لهذا النوع من عمليات القضاء على البدانة المفرطة؟ يمكن زي ما هنشوف بالنسبة للبالون اللي هي عبارة عن ايه، ان انا بيجي لي المريض التخدير بتاعه بيكون تخدير كلي، حاجة بسيطة، بيبقى صاحي ومش صاحي، يعني حاجة بسيطة بحيث ان انا اركب منظار معين وادخل البالون بطريقه معينه في داخل المعده، وبعدين ابتدي احقن البالون بطريقه معينه زي ما احنا بنشوف قدامنا دلوقتي في الحلقه. انا بدخل من البق دلوقتي البالون بتاعي، بيدخل من خلال المريء الى ان يصل الى داخل المعده. هنا البالون بيوصل لداخل المعده بيبقى اساسا مش منتفخ، وبعدين باجي من الخارج من الفم ببتدي احقن البالون زي ما هنشوف دلوقتي عن طريق سرنجه فيها محلول ملح وحاجه زي كده، الحجم اللي عايز احقنه بحقنه، يبتدي البالون بتاعي جوه جسم الانسان يمتلئ. هذا الامتلاء الحجم بتاعه هو اللي انا بتحكم بيه بحيث انه يملا فراغ من المعده بحجم معين. اذا انا امتلأت العيوب بتاعته البالون بحجم اكبر من اللازم ممكن ياثر على جدار المعده ويعمل له قرح في المعده، ممكن المريض لو مليته اكتر من اللازم يبتدي يبقى فيه قيء بالدم، وده عيب من عيوب البالون. لكن لو انا نفخته العيب التاني اقل من الحجم المطلوب، فالمريض بياكل الكميه اللي هو عايزها وبتمر في داخل الجسم من غير ما تحصل اي مشكله. يبقى هنا بالنسبه للبالون انا بفضل اعمله طبعا في الاطفال الصغيرين اللي عنده بدانه مفرطه ومش قادرين نتحكم عليه، احنا مش قادرين نقدر نعمل عمليات عنيفه فيه. طفل صغير عنده 10 سنين 12 سنه والجسم ابتدى يزيد بطريقه معينه، ابتدت تاثر في وزن هذا الطفل، ابتدت تاثر كمان في المنطقه التناسليه في الطفل، ابتدى الطفل يوصل لمرحله البلوغ هو لسه ما وصلش لاي اعراض من اعراض البلوغ، وبيكون سببها تراكم الدهون بنسبه كبيره جدا. اقدر اتعامل بالبالون في الحالات دي. ممكن ازالتها بعد كده يا دكتور ولا في منتهى السهوله انك انت ترجعي والمريض صاحي، انك انت مجرد زي ما دخلت محلول ملح تطلعي محلول الملح، يعني مساله وقتيه وفقا للوزن. العمليه ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه ثلث ساعه سواء كان ادخال البالون او اخراج البالون، ولكن المطلوب فيها انك انت تملئي البالون بمحلول ملح او بالماده اللي بتملئيه بيها بالحجم الذي يلائم حجم المعده. امتى بلجأ لتكميم المعده وازاي العمليه دي بيمكن اجراءها؟ الحقيقه زي ما قلنا انا المعده عندي يشتغل جواها بالبالون، يشتغل على جدار المعده اقطع جزء منه، هو ده ما يسمى بالسليف او تكميم المعده. الحقيقه دي عمليه من العمليات الكبيره، لكن بنجريها بالمنظار من خلال 5 فتحات في البطن. من خلال الفتحات دي بقدر ادخل المنظار بتاعي، بقدر ادخل هواء في البطن عشان اعمل بطريقه معينه عشان مجال الرؤيه يبقى موجود. يمكن اللي انا بعرضه دلوقتي ده تركيب حلقه. تركيب الحلقه زي ما سيادتك قلت برضو من خلال 5 فتحات موجوده في داخل البطن بالمنظار اقدر اركب الحلقه. بس الحقيقه زي ما هتشوف دلوقتي الحلقه بتتوصل تحت الجلد عن طريق صمام معين بيكون مزروع تحت الجلد. هذا الصمام اللي يكون مزروع من تحت الجلد بيكون اقدر من خلاله، يعني انا دلوقتي يمكن المنظر اللي قدام سيادتك مركوب ازاي بيبقى الصمام موجود تحت الجلد، بنقدر من خلال هذا الصمام نملى محلول ملح، الحلقه بتاعتي تضغط من خلال الصمام ده، اشيل محلول الحلقه بتاعتي تقل الضغطه بتاعتها. لو مليتي محلول الملح الحلقه هتضغط، يبقى الاكل اللي هيدخل كميته قليله جدا. لو فرغت محلول الملح الحلقه بتاعتي هتخف، الاكل بتاعها هينزل وهكذا. الميزه بتاعت العمليه دي الحقيقه ودي بتجرى بنجاح كبير جدا انك انت تقدر تتحكمي في كميه الاكل اللي داخله. يعني الاسبوع ده هسمح للمريض انه ما ياكلش الا مثلا قد 100 سنتي، خلاص بزود الحقنه وبخليه حتى لو شعر بالجوع انا اي كميه اكل بزياده بيرجعها. لكن ممكن اسيبه يومين ثلاثه في الاسبوع بعد كده
اسيب ابتدي اسحب محلول ملح من الحلقه فالمعده تتسع ويقدر ياكل اللي هو عايزه دون ان يشعر باي اضرار. العيب اللي في العمليه دي ان الوصله ما بين الحلقه لتحت الجلد عباره عن وصله بلاستيكيه، دي ممكن بعد سنتين ثلاثه خمسه الاقي جزء من الامعاء لف عليها، وتبقى هنا المشكله اللي بتحصل. صحيح ان نادره الحصول او قليله الحدوث، ولكن ده عيب من عيوب هذه العمليه، ان جزء من الامعاء يبتدي يلتف حوالين الوصله اللي ما بين الحلقه ما بين الصمام اللي موجود تحت الجلد في البطن، وتكون نتيجته ان المريض يبتدي يعاني من مشاكل قد تصل الى الانسداد المعوي. فعشان كده الطريقه دي محتاج المريض ان هو تحت ظروف معينه، اذا حصل ايام معين، اذا حصل انسداد معين، حاجات زي كده بيبقى في تعليمات ليه موجوده، يتجه الى اقرب قريب علشان نقدر نتعامل مع هذه الحلقه. دكتور، هو ايه الفرق ما بين تكميم المعده وتدبيس المعده؟ لا، تدبيس المعدة دي عملية كنا بنعملها الأول، وكنا بندبس بطريقة معينة من غير ما نستأصل جزء من المعدة، وفي هذه الحالة لقينا أن في مشاكل كتيرة بتحصل. أكبر مشكلة كانت أن التدبيس ده بيفك، فالمريض بيتعرض لعملية كبيرة جدا وبعدين ترجع المعدة كما كانت. إنما تكميم المعدة لا، زي ما هنشوف دلوقتي أن أنا بدخل برضو من خمس فتحات بتوعي بالمنظار بتاعي وابتدي أستأصل جزء كامل من المعدة، بيبقى من خلال فتحات معينة عندي الخمسة بتوعي اللي هو زي ما موجود قدامي دلوقتي، أقدر أدخل في أماكن محددة، أدخل في داخل البطن من خلال فتحات بسيطة، وأمسك جزء من المعدة بالكامل أستأصله. هو ده استئصال جزء من المعدة، هو ده تكميم المعدة، وبرضو أقدر أطلعه بالمنظار زي ما أنت شايفة قدامي. أدي المعدة، هبتدي أخد خط بالطول معين يسمح بمرور كمية معينة من السوائل، ده المعدة طبيعية. لما تدخلي في تكميم المعدة هتبتدي تستأصلي جزء من هذه المعدة، تاخديه معاك بالكامل زي ما هنشوف دلوقتي. هذا الجزء اللي بيتاخد من أول الصمام الأعلى اللي جاي من المريء لغاية الأسفل، كل الجزء ده أنا استأصله وأشيله وأطلع بيه. خلاص بقى حجم المعدة هو الحجم اللي قدامك، بعد ما كان الحجم الكبير الممتلئ ده، ده اسمه تكميم المعدة، ده هو السليف. إنما كنا الأول بنعمل تدبيس، نفس العملية بس المعدة موجودة، وكان يجي بعد كده تلاقي التدبيس اتفك وابتدى المريض يرجع كما كان بنيه. طبعا فرقت كتير، دلوقتي التدبيس بقى محرم او الاف دي اي وقفته وهيئة علمية في العالم، وابتدينا دلوقتي نرجع لهذا الموضوع اللي زي ما سيادتك شايفة، استأصل جزء من المعدة وانتهى لهذا الكلام. بجانب استئصال جزء من المعدة يا دكتور، زي ما احنا شايفين، امتى بنلجأ لاستئصال جزء من الامعاء الرفيعة؟ الحقيقة ده عملية من العمليات الصعبة جدا. في بعض الحالات ان انا ابقي على المعدة وابتدي اوصل نهايه المعده، الصمام اللي فاتح على الامعاء اوصله بنهايه الامعاء الرفيعه عند التقاءها بالامعاء الغليظه، وابتدي حاجه من حاجتين. خلاص انا وصلت المعده بالامعاء الغليظه، معناها قللت الامتصاص، يستأصل الامعاء الرفيعه واخرجها، يخليها زي ما هي. وفي كلتا الحالتين انا بقلل كميه الامتصاص الكبير جدا اللي ممكن يحصل من خلال الامعاء. دي عمليه من العمليات الكبيره برضو اللي احنا بنعملها، بس الحقيقه دي بتحتاج ان انا اعمل فتح في البطن، وفي الحالة دي التئام الجلد مع عيان وضخم الكلام ده كله بيبقى فيه بعض المشاكل اللي ممكن بتبقى فيها مشاكل بعد كده بالنسبة للريكفري والاستشفاء بتاع المريض. فدي عملية ما بنلجهاش إلا لما نحس خلاص إن المريض بتاعته السمنة بقت تهدد حياته، مش قادر يقعد، مش قادر يتحرك في البيت، يدوب السرير جنب الحمام، يدوب يمشي خطوتين يدخل في الحمام، مقفول جوه كابوس، جوه اكتئاب اسمه السمنة. المريض ده انت محتاجة انك انت يتستأصيل جزء من المعدة، يتستأصيل جزء من الامعاء، يتوصل المعدة بالامعاء، لان دي حرب. المريض ده مش قادر يعيش من كتر هذا الكابوس المرعب اللي جواه، اللي عايش جواه، اللي اسمه البدانة المفرطة. وبالتالي اكيد ان كل نوع من هذه الانواع بيتطلب صحة معينة وقدر معين من السمنة، يعني ما ينفعش ان انا اتعامل مع كل حالة زي بعضها. طبعا اهم حاجه بتتحكم فيها اللي هي الحاله العامه للمريض. طبيب التخدير لازم بيكشف ويعرف جميع التحاليل بتاعه هذا المريض، جميع هل ده تسمح له عمليه بتخدير نصفي ام تخدير كلي، هل ده هيقدر يتحمل وقت نص ساعه ولا ساعه ولا ساعتين، نوع التخدير اللي بستخدمه ايه، مشاكل القلب الموجوده عنده ايه، مشاكل النفس موجوده عندي ايه. دي كلها الحقيقه بتبقى السن او العمر طبعا بتحكم، بتبقى مجموعه عوامل داخله ببعضها لابد ان احنا نوزنها وبعدين ناخد القرار اللي احنا نقدر نعمل بيه العمليه اللي عايزناها. بشكرك جزيلا دكتور منير وليام لبيب، كبير جراح التجميل، والمره الجايه هنتكلم عن ايه؟
يا ريت نتكلم عن جمال الخدود. ده اكيد، لان احنا عندنا مشكله دلوقتي موضوع تقليد الفنانين او تقليد المشاهير في الخدود او في الوجه بشكل عام. ان شاء الله نتكلم عن جمال الخدود. بشكرك جزيلا. شكرا يا دكتور. شكرا. ومشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل فقرات وحوارات. صباح الخير يا مصر.